هلو فرند، انا رجعت نبداو في الاستوار. قلت ليش قدرت تعاوني خوكم ما سمع عاوني؟ قلت لها منيتك عاونت حتى راسي انا. بديت كتبكي، قلت لي ما خديتينيش حتى نقول لك شنو بعدا. قلت لها سمحي لي سمحي لي، راه ما كنعرفش ندوي شنو كاين بعدا. قلت لي خصنا نتلاقاو باش نعاود لك ونشرح ليك. قلت لها واخا غدا ان شاء الله. وقطعات انا درني راسي ما هادي عاوتاني. نوضنا هذيك الليله كيف العاده في حلقه الليالي مع الدراري اللي ساكن معاهم. فايت معطل فبسني مساج من عند رضوان، ما فطرتش، لبست حوايجي حسنت وجهي وخرجت بالزربه. مشيت لقيت رضوان مصيفط لي 3000 درهم، كنت محتاج هذيك الساعه. ضربتها في جيبي ومشيت للسونتر. غادي داخل حتى كتبان لي هذيك البنت اللي عيطت لي البارح، جلست بوحدة. وقفت عليها سلام سلام، قلت لها عاتلي البارح بقيت مشوش شنو واقع. قلت لها ما نقدرش نمشي اخويا، بابا ما خلانيش. قلت لها صافي عادي باك هو الاول. بدات كتبكي. قلت لها انا راه كنت باغي نمشي شحال وانا مقاده ودابا عكس ليا الوالي. قلت لها وانا شنو مطلوب مني؟ بقات كتشوف فيا. قلت لها دابا بابا ما مخلينيش نمشي حتى يخاف عليا، ولكن إذا كنت غنمشي مع خطيبي يمكن غادي يخليني نمشي. بقيت تنشوف فيها. وشكون خطيبك؟ أنا عاد سرات معايا هاديك عاوني. شنو زعما نخطبك من عند بوك؟ قلت الله يخليك وما نساش ليك هاد الخير ونعطيك اللي بغيتي، ديك الشوفة ديال الأفلام ديال اللي بغيتي. هانت أخويا هاد السلسلة ديال التاب كاليتي مزيانة، عاوني وخودها بيعها تقدر تجيب لك 8000 درهم ولا كتاب غير نوصلو لتما. نقول لي بلا تخاصمنا ولا شي حاجه. قلت ليها ومالك على هادشي؟ بقي حدا عائلتك مسخوطه. قلت ليها حياتي كامله وانا حدا، بغيت نبعد شويه ونعيش حياتي. قلت ليها شنو غادي نقول لك؟ ما نقدرش نعاونك والله، بصح محتاج الفلوس ولكن عائلتك هادوك ولا وافقت بقى غادي احسبني مسؤول عليك. لو وقعت لك شي حاجه نبقى انا المسؤول في عيني. امبوسيبل يوافق اصلا حيت ما نقدرش نجيب والديا. سو غير حيد هاد الفكرة من دماغك، طلبيه وافق هي هاديك، ما وافقش ما عندي ما ندير ليك حيت ما بلان ما والو. قلت لي انت ما عارفش بابا غير دوي معاه، قولي انت ما عندكش والديك وبلسان زوين غادي يوافق. قلت لي عمرني نسالك هاد الخير، غادي نبقى هنا حتى نشد الدبلوم وغنبقى جالسة في الدار حتى نتزوج. و قرايتي داكشي كامل اللي تقاتلت على ودو غادي يمشي، وانت الامل الوحيد. قولي بلي تما مستقبلنا بجوج وطلقها عليه، اصلا غادي تيق فيك بيني فيك ولد الناس قنعاتني. قلت ليها صافي غادي ندوي ليك معاه، ولكن الا ما وافقش ما عندي ما ندير ليك. دخلنا عند المدير، بقى حتى هو طارق عليا حمروا لي وجهي. وديروا علاش ترجعوا تيشوف فيا بالضبط، انت عزلتك حيت سامع شي حوايج عليك وبغيت نعاونك. قلت ليها ربي يخليك ان شاء الله نكون عند حسن الظن ديالك كندير معاه الصواب. قال لينا شنو خصنا نجيبو في دوك الوراق وفي داك الشيء الاخر كلشي على حسابو. انا نشوف الاخر ديال العام ومع رمضان قد قد باقي شي شهر ولا قل. خرجنا من عندو، قلت لي غادي تهضر مع بابا وغادي دير وقيته نتلاقاو فيها. قلت لي صافي نمرشي عندك. مدات لي ديك السلسله شديتها في يديا تا حساب ليكم غادي نرتاها. داكشي غير في الافلام خوكم قود عادي. ضربتها في جيبي قلت لي صافي كتهني جهدي غادي نديرو. قلت لي محمد راه سميتي هناء يمكن ما عرفهاش، وبابا سميتو مصطفى. تصدمت سميتو بحال سميت الوالد. مشيت تقديت من كمي نيشان للبحر، جالس كنتكيف كنشوف البحر زعما غادي نرتاح. وبصح فكرت في كلشي، مابقى عندي علاش نتقلق، كلشي تقاد خاص غير نشوف عائلتي وصافي. رجعت للدار طارت من المزيكا حنا زاهيين واحد ساعتين تقريبا، وجيت عيطت لهاديك البنت هنا. قالت لي محمد غدا الله يخليك نعول عليك، بغيت تكتبي معاه معقول. قلت لها مش خافيش وقطعت. جلست مع الدراري والبنات كنعاود لهم على البنت هنا، وريتهم السلسله وهي تشدها اهلا لبساتها دارت لي الزربه ديال الكلاب. قلت لها تاخد فيها 7000 درهم كنشوف فيها منيتك السلسله ساويه كثر. كنهضرو على التمن تنطلب فيها حيدة السلسلة،
كنتزرى انا وياها ومازال ما عرفتش واش غادي ناخذها ولا لا. انا شاد من بلاصه وهي من بلاصه تهرسات، كنت غادي نصرف ديك البرهوشه، ضرب ديك السنسله في جيبي حتى نقادها. جالسين كنضحكوا خالتي السعاده، بقى لي والو معاهم في هاد البلاد السعيده. تيدويو تيشوفوا فيا انت اللي طالع عليك، انا تنفكر غير فين غادي نسكن. هاد 3500 درهم اللي عندي ما دار ليا والو تما. داك النهار ما عقلتش عليه، في الليل جبت حوايجي اللي غنلبس بحال غادي نخطب غدا بالساعه. في الصباح حسنت عند الحلاق شنت سنة تعيط ليا، وبصح عيطات مع ديك 11 قالت لي راه في القهوه اللي حدا السونتر على اليمين، بابا لابس جلابه بيضاء وعندنا مصطاج كبير راه كيتسناك. انا في الاول تخلعت ملي سمعت ديك المصطاج، قلت لها صافي بنت الناس نقول لك من هنا ما غاديش يوافق. قلت لي والله حتى ظريف غير زعم. قلت لها واخا دابا نشوفو. لبست حوايجي وخرجت لديك القهوه اللي نعشات لي، دخلت شي 30 واحد اللي لابسين جلابه بيضاء، ولكن واحد اللي عنده مصطاج كبير اخويا كيبان بحال دوك الوحوش ديال الافلام الامريكانيه. وقفت عليه السلام عمي شاف فيا مرحبا بولدي محمد. جلس جلس با ظريف ما نقدرش نكذب عليه اخوتي. قال لي شنو تشرب؟ قلت لي كحله. قال لي سربي شي نوار صغيره جاب هدية درت السكر. كنشوف فيه ما عرفتش شنو نقول ليه، مرقت السيد مستاجر يقدر الطعام. وظريف قال لي بصح داكشي اللي قالت لي هنا بقيت كنشوف ما عرفتش شنو نقول ليه. صافي البنت طلباتني، قلت لي اه عمي كنت باغي نجيب عائلتي ونجي للدار، ولكن ما عندي عائله مقطوع من الشجره ويمكن ما ديرش فيا الثقه، ولكن نقدر ندير صواب ونجي من الباب ديال الدار الا قبلتي عليا، حيت ما عجبنيش بنتك تمشي معايا هي خدمات وقرات ديال بصح باش تمشي، وحتى انا تما حاجه اخرى وغادي ندير مستقبل زوين وغادي نرجع بقى كيشوف فيا. قال لي ولكن علاش كتكذب؟ باينه فيك كتكذب وكتشوف في الارض، شوف في عينيا ودوي بعدا. السيد باينه فيه عقليه هاربه ما تقدرش ديرها به. جبت لي السلسله من جيبي قال لي هادي ديال هناء، قلت لي اه والصراحه ما تنعرفش بنتك بزاف غير حنا اللي عزلونا باش نمشيو، وطلباتني ما نقدرش نرجعها ليها فوجها حيت طلباتني. وشحال من كتصرف عليها وكتقرا ويجي شي واحد يحبسها في الدار طيب ما عرفش كيفاش غادي يعاملها. بقى ساكت قال لي كنتي كتكذب ولد من جبعده. بقيت ساكت قلت لي قصتي طويله باغي نمشي حتى انا باش نوري للوالد وعائلتي بالهرم والدين الرجال نقدر نبني مستقبلي بلا فلوسه. بقى كيشوف فيا قال لي واش غادي نمشيو لنفس البلاصه؟ قلت له اه وغادي نخدمو في نفس البلاصه. قال لي صافي رد بالك عليها دير اختك الصغيره وسعداج وباباك ما عطانيش الله الاولى، ولكن الا كانوا فحالك انا ندمان حيت ما جاونيش. بسلو يدو قلت لي ما عمرني دويت مع شي حد فحالك، نقدر نعاود لك شنو واقع ليا مع والديا. وقول لي شنو بان ليك؟ قال لي مرحبا انت شاك فيك عندك ما يتعاود. قلت لي غير صبر وانت عمي. بقيت كنعاود ليه قلت لي اسمح لي على الكذوب في الاول، ولكن بنتك طلباتني. المهم انا سميت محمد الوالد سميت مصطفى، شنو غادي نقول لك؟ الوالد نزه عليه الله الحمد لله عايشين باخا يقدر يدير شي مشروع مزيان، وكنت كنقرا حدا الدار وكل شي غادي مزيان حتى قررت نتبرهش ونتبع البنات وصافي. هادي هي قصتي دابا انا نبدا اي حاجه خايبه تقولها في بالك انا درتها غير باش ما نخبي عليك والو، وتعرف بنتك مع من غادا. ما عنديش بنتي ولكن عندي خواتاتي بنات. طبقت عليه عينيه دمعو قال لي صافي ولدي صافي فهمتك كاع عزنا من هاد المرحله سير خدم على راسك حيت هاد الفرص ما كيتعوضوش، وفي نفس الوقت ما كرهتكش تمشي تشوف والديك، الوالد ديالك باغي لك غير الخير. تلقاه تيفكر فيك كل نهار راه عام ديال الغبره، كنت انتي ولدي كنت سلخت دين امك. طيرني بها هارب قلت لي دابا صافي غادي تخليها تمشي؟ قال لي كان عند بالي غتمشي مع خطيبه دابا غتمشي مع خوها. انا حبست الضحكه غير بزز خليني انا ويا بوحدنا ونوري خوها ياك ما كيسحب لك ميت لي. خونا وقف مد لي السنسله قال لي خودها. قلت لي ما عندي ما ندير بها. قال لي انت محتاج الفلوس ما درتش علاش تاخذها؟ البنت مازال تاخذ من غيرها شتيتها ما زدتش معاها في الهضره عرفتي شنو؟ قول لها بلا كذبتي عليا وانا تيقتك. قلت لي واخا عمي. خرج هو بقيت جالس
انا كنشوف بدل بنت سعداتها عندها واحد باها ناضي، ولكن عاد سراش معي عارف شو ما خلصش داكشي اللي شرب خدمني، ولكن هاني غادي نبيع هاد الجرة وتعاوني خلص وخرجت لعند الدراري. جالسين في الدار كنهضرو، وصل الليل كنتعشاو وهي تعيط ليا فرحانة قلت لي شكرا بزاف عرفت كيفاش درتيها بيه، عندك موهبة في التمثيل بابا راه ماشي اي واحد تيديرها بيه. بقيت كندوي معاها مرة مرة وعايش مع الدراري والبنات عادي كيف كنا. الوقت ديال التسافر راه يقرب، بدينا تنقادو في الوراق ديالنا. بقات شي 10 ايام ما قدرتش نمشي، ما عطيانيش خاطري نخلي والدي هنا، توحشتو خصني نشوفو وندوي معاهم. صافي قررت نمشي، هنا طاح في بالي بلا نقود غنتي معايا هنا تقول والديا بلا خطيبتي، زعما ديك اللعيبه ديال داوي مع والديها وغتمشي معايا للغربه هكذا غادي يشوفوا بلا درت عقلي، ولكن ما زعمتش ما جاتش. صافي خاص نزعم نرجع لها السلسله في المقابل حيت مازال عندي، وغتمشي معايا هي ظريفه وزوينه وكتعرف الدوي غادي تعجبهم. زيد ديك السلسله عيطت على هنا قلت ليها محتاجك، قلت ليها واخا نتلاقاها في الجريده، قلت ليها واخا. نازل عندها بصنداره ديال الوضوء ديال الكريم، وصلت الجريده قريبه مشيت لتما جالس شاد واحد الجوان كان كمي ومع لابس واحد نصكم كنشوف في درائي. صدمت ضعفيت بزاف، فين داك محمد ديال شحال هادي هي ما تعز، دابا اللي يشوفني يقول خونا كبير كبرنا بلا وقت. جالس حتى جات لعندي باش نطلعها ليا على الصنداره، قلت لي تلبسها تما يضربك بعشر سنين ديال الحبس وغرامة مالية للمغرب حيت خلا باش تدخل عندهم. حليت معاها الموضوع قلت لها هاكي السلسلة ديالك، قلت لي ولاد ديالك دابا انت درتي داكشي علاش اتفقنا، قلت لي عارف ولكن بغيتك ديري معايا نفس داكشي اللي درت معاك تمشي معايا للدار، بغيت نشوفهم قبل ما نمشي. قلت لي مزيان ملي قررتي تشوفهم قبل ما تمشي، ولكن ما نقدرش نمشي معاك حتى ما بغاتش، ما عرفتش يمكن شاكا فيا. قلت لها بالله عام ما شفتهمش وما نقدرش نمشي بوحدي، ولا حيدنا اليوم مازال 9 ايام. قلت لي صافي صافي غنمشي معاك هكا وما تعطلوش، قلت لها صافي غدا نمشي في الصباح ما تسول، قلت لي واخا. صافي مشات لدارهم، رجعت للدار هزيت واحد 1000 درهم من ديك الفلوس خديت شي حاجه نلبسها في الدار، يديا كيلعبوا شحال توحشت الوالده. الوقت ولا دايز معطل يمكن حيت كنتسنى في الدار ما قادرش نصبر، ما عرفتش كيفاش داز داك النهار. ضغطت لي فاك مع 7 مبدل وفاطر وكنتسنى فيها، ما عيطاتش ليا وحتى فاش كنعيط ليها تليفونها طافي. قلت لي احلى نمشي معاك تنشوف فيها، خرجوا عليها الدراري بالبليه باينه فيها شرموله ما كتعرفش تهضر، تقدر تسير ليا الصباح. واقف حتى كنسمع الدقان في الباب، حليت لقيتها هي قلت لها مالك، قلت لي راه خليت التليفون في الدار، قلت لهم بالله طافي باش ما يبقاش يعيطوا ليا ما غاديش نعرف نكتب. قلت لها واخا سلمت على احلام حيت كانوا في الصالون مقابل مع الباب. هزيت التليفون الفلوس خرجنا بزوج، شتينا الطاكسي باش ما نعطلش البنت غادي، ما كرهتش الشيفور يزرب ويتعطل في نفس الوقت، ما عرفتش واش باغي نشوفهم حيت توحشتهم ولا حشمه باش من وجهه غادي نشوفهم. وصلنا للدرب تبدلوا بزاف الحوايج في العام، انا اش تزعم فيا يلا صاحبي بنادم تيشوف فيا بحال شاف شي جن. وصلت لتما تدق هنا في الباب وانا مخلوع هو يتحل، حلش واحد خيتي ما عمرني شفتها، ويلي ليك من الوالد دارها وتزوج تاني عاد قدرت ندوي. قلت لها كاين الحاج مصطفى، قلت لي شكون انت، قلت لي انا ولده، قلت لي واش محمد، قلت لي اه، قلت لي تعطلتي راه تحولوا للدار اللي في البلاصه الفلانيه وكرا لينا هادي بغيتي نمرتهم، قلت لي لا لا اصلا عارف الدار، هاد الدار هي اللي مربي فيها الوالد خارج على كازا. قلت لها شكرا نيشان عند با حسن مول الحانوت شافني هو يخرج بالزربه عنقني، قال لي فين غبرتي، قلت لي غير الدراسه والحياه انت بخير شنو كتعاود، قال لي كيما خليتيني مازال، قال لي جيتي معطل يمكن داركم تحولوا باش نعيط على باك، قلت لي لا لا صافي من بعد نمشي عندهم ياك هما بخير. قال لي اه كل شهر كيجي لهنا غير شي سيمانه وغادي يجي، اختك فاطمه راه تزوجات واحد من المعارف ديال باباك واش ما غاديش تمشي قلت لي لا ماشي دابا، عطيني ورقه وسيرو نكتب لوالدي شي حاجه
هذا أختي فاطمة، صغر مني شي شوية بشي عامين عكاك. جاب لي ورقة في السيلو، ريحت فوق الكرسي، أنا غير كتشوف. كشفت ليه الوليد بابا ما يتنشوفك، جيش بزز وخايف. وصلني باللي تحولتو من الدار، أصلا ما كنتش باغي تشوفني في هذه الحالة. اليوم جبت معايا واحد البنت، بنت اللي بغيتك تخطبها ليا وتزوجني بها، دويش مع دارها، ولكن ما نقدرش ندير شي حاجة بلا بيك ولا ما كنتيش معايا. عمي حسن شافها، هو غادي يقول لك كيفاش دايرة. بغيتك تسمح لي على كل شيء، كنت برهوش، وقعوا لي مشاكل بزاف، ما قدرش نقولهم ليك في ديك الوقيته. كنت غتفهم علاش تبدلت، ولكن ما قدرتش حيت كنتي مسافر. سمعت بلي فاطمه تزوجات، دارك ليها ولا الكادو ديالك عاجبك من فرنسا. وي غادي نمشي هاد المده اللي غبرت فيها، خدمت وقريت لبست شفت، عرفتك شنو كنتي كدير على ودي. غادي نمشي لتما باش نخدم. حتى البنت اللي قلت لك خطيبتي سميتها هناء. المهم سمح لي على كل شيء، عرفتكم تحولتو، غادي نرجع للزربة ان شاء الله. غير ما تنساش ولدك بالدعاء ديالك في هذا رمضان، حيت غنكون برا ومحتاجو بزاف. هنا ساليت الكتبة ديالي، الواحد هو اللي تعنب على بوه شويه. هناء تتقرا وتدمع، شديت ديك الورقه خديت الجوا درتها وشديتو، قلت لي عمي درت هذيك باش توصلها له ويقراها. قال لي يكون هاني يا ولدي. جيت بغيت نخلصو، حلف عليا بس لي يدي ومشينا. خرجنا من تما، خدنا كدمع، قلت لي يلا شوفو. قلت لي وداركم غادي تعطلي، هاد الدار بعيدة. قلت لي ليها ليها يلا هادشي اللي كتبتيه خصك تقولو، مكرهتش نشوف كيفاش غادي يعاملوني وعائلتك. البنت عاشت الدور ديال الصح. قلت لي مرة أخرى ديك الساعة معرفتي ما نكونوش كنكدبو، نكونوا مع بعضياتنا بصح، وندير الحياة ديال الوالد نلاقي مع المستاج ديال باك. بديت كضحك، قلت لي الكلاسيكو هذا، بقينا كنضحكو. قربنا لدارهم ونزلنا، وصلت لدارهم اصلا با ظريف. قلت لي من بعد ندويو، رجعت للدار داري شي يسولو فيا. قلت لي بلا دارنا تحولو، ودوشت وقالت شعبان هذا بنادم شي يسمو يذكر الله، وحنا نزيكو المعاصي فهاد رمضان خصني نقطع كل شيء. صيفطات لي انا ميساج، قلت لي بدا، قلت لي شنو غادي نبدا، بديت عاود علاش خرجي من داركم عام هذا، راسك لي ضرني، خصني نعرف قصه خطيبي ولا نقول خطيب المستقبلي. باش نكملو لي صوار اخوتي، تهلاو بيس.